الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في برنامجنا ببساطة وفي موضوع الكلام مع ربنا هنحاول نجاوب على سؤال هو شكوى ناس كتيرة قوي قوي قوي. نعمل إيه يا أبونا؟ إحنا أول ما بنفتح الأجبية بنسرح، يعني يمكن بنركز في أبانا الذي وصلاة الشكر وتبتدي أفكارنا تروح وتيجي، نعمل إيه مع السرحان؟ أول حاجة عاوز أطمنكم إن الحرب دي اتحارب بيها حتى الآباء الرهبان في البرية، بدليل إن كان في كتابات اسمها أو في أسئلة وإجابة عن حاجة اسمها طياشة الفكر. يعني إيه طياشة الفكر؟ يعني الإنسان يبتدي يصلي ويبتدي الشيطان يحاربه فيشتت فكره عن الكلام مع ربنا. طيب نعمل إيه علشان نركز؟ أول تدريب بسيط قوي قوي للمبتدئين اللي زي في الصلاة، هات صورة حلوة للمسيح بتحبها وحط عينيه في مستوى عينيك، يعني خلي الصورة كده على ارتفاع معين بحيث انك طول ما انت واقف بتكلمه عينك في عينه كده، ولما عينك تبقى في عينه كده كل الألفاظ اللي بتقولها سواء من الأجبية أو في صلاتك الارتجالية وجهها لشخصه المبارك، يعني تقول له قدوس الله وانت باصص له قدوس، انت قدوس فعلا. يبقى أول حاجة دي بتساعد شوية إن الواحد يقل من السرحان إن يجيب صورة محبوبة لرب المجد يسوع بيحبها. يعني أبونا بشوي كامل كان يحب يصلي قوي قدام الصليب الخشب اللي عليه المسيح بالمعدن كده البرونزي متمسمر، يحس قوي بكده. واحد تاني عرفته إن يعني لما يصلي يمسك صليب في إيديه وعليه المسيح المصلوب ويفضل بصوابعه ماشي على المسيح المصلوب، عشان دي اكتر حاجه بتحسسه بربنا وبتخليهوش يسرح. يبقى لا مانع ان احنا نستخدم بعض الامور الحسيه بمقدار بسيط في الاول لينا كمبتدئين في الصلاه عشان ما نسرحش. نمره 2، لو انا سرحت اعمل ايه؟ هنسميها حاجه اسمها اعتذار ثم استكمال. يعني ايه اعتذار ثم استكمال؟ انا وقفت قدام ربنا بتكلم معاه الحقيقه غصب عني سرحت، يا مثلا في ده الخدمه النهارده هتتاخر قوي لان الولاد جايبين في متكلم بيطول، وبعد كده عندنا النشاط الصيفي لازم نناقشه. انا بسرح في حاجه ليها علاقه بالكنيسه وربنا بس دي خطيه. فاعمل ايه؟ اعتذر. اعتذر ازاي؟ توقف الصلاه فورا وتروح راشم الصليب وتقول له يا رب ابقى واقف قدامك واتسرق منك. يصح كده يا ربي؟ انت رب الارباب اللي الملائكه يا رب واقفه قدامك تسبحك ليل ونهار، وانا على 10 دقايق وقفهم معاك نصهم سرحان، سامحني يا رب سامحني يا رب. يبقى انا كده عملت ايه؟ قدمت توبه. نمره 2، كمل من حيث ما وقفت. في ناس بتقول لك انا بعيد. المبتدئين ما يعيدوش، لان ممكن يعيد ويجي عند نفس الحته يسرح، يمكن يعيد ويجي عند نفس الحته يسرح، هيجي عليه وقت مش هيكمل لانه خلاص مش قادر، فتلاقيه الضغط نفسيا وعصبيا وما يكملش. لا، المبتدئين يكملوا. شوف انت وقفت فين وكمل بتركيز اللي وراه. هتسرح تاني؟ هتسرح تاني، وارد قوي. طب تعمل ايه؟ تقف وتقول له اسف يا رب بكرر نفس الغلط، وتبتدي من حيث ما وقفت. على فكرة انت لو اعتذرت 5-6 مرات ربنا ما يضايقش، بس انت معناها انك 5 مرات ركزت بعد ما اعتذرت. لكن لو من الاول سرحان جايبها من اولها لاخرها سرحان، يبقى انت ما صليتش خالص. فتعود انك تعتذر وتوقف وتكمل من حيث ما وقفت بتركيز اكتر. في حاجة كمان تساعد، تغيير الحالة. يعني ايه تغيير الحالة؟ يعني انا حافظ الاجبية وقافل الاجبية خالص فبصلي كده وحافظها كلها فبسرح. لا، افتح الاجبية وبص فيها لو سمحت. طيب انا متعود ان انا اصلي بسرعة معينة. لا، السرعة دي لو هتسرحك لو سمحت اقف وغير رتم الصلاة شوية. واحد يقول لي طب ينفع يا ابونا في وسط ما بصلي الأجبية لو سرحت ابتدي بترنيمة انا بحبها جوه صلاة الأجبية، او هوس او لبش او اي حتة تسبيحة كده لمدة 2 دقيقة وارجع اكمل؟ يا حبيبي يا حبيبي احنا كنيسة مرنة، المهم انك انت تصلي وتتكلم مع ربنا. اذا كان داود هيساعدك انك انت تحس، احنا محتاجين ان احنا نحس بربنا في الصلاة، مش نكرر الكلام باطلا كالامم. علشان كده بقول لكم مهم قوي ان الاجبية زي ما اتفقنا لازم نصليها، لكن ليها حروب، منها حروب السرحان،
فحولنا النهاردة نقدم روشتة سريعة إزاي ما نسرحش في الصلاة. ربنا يدينا نعمة. إحنا كده خلصنا سلسلة الكلام مع ربنا، هنخش في سلسلة جديدة اسمها الكلام والحوار مع الشيطان، نبتديها بنعمة ربنا من بكرة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.